السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مشاهدين الكرام، مشاهدين قناة بداية، هذه القناة التي طالما ما تتواجد في المحافل الوطنية والمحافل التراثية وكل المحافل التي تخدم الموروث وتخدم الحضارة وتخدم التاريخ. لذلك حنا متواجدين اليوم في الرمحية حيث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، هذا المهرجان الذي رعاه سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله. قولوا أمين. نرحب بضيوف اليوم في ديوانية مهرجان الملك عبد العزيز. هذا البرنامج إن شاء الله راح يستمر على مدى المهرجان إن شاء الله، راح يكون لها أيام محددة، كل حلقة راح يكون معي إن شاء الله ضيوف جدد من النشام اللي تشوفونهم. اليوم أرحب بضيوفي بضيوفكم في ديوانية مهرجان الملك عبد العزيز. نبدأ باليمين مع المنشد محمد العيافي، مرحبا مليون. اللهم السلام عليكم زود، الله يطول عمرك. شرفت عمرك. أنا والله تشرفنا اليوم تواجدنا معكم. حياك الله. وأرحب بالجميل أيضا المنشد والشاعر اللي جانا من الكويت فيصل بن شافي. الله يحييك طال عمرك. يا مرحبا ومسهلا، تشرفت فيك اليوم وإخواني الله يسعدك أنت وياهم إن شاء الله. مرحبا بك. أيضا رحب بالمنشد الجميل اللي تبادلنا أنا وياه اليومين هذه عشان البرنامج، محمود فلاح. حياك الله يبقيك، وأنا سعيد بتواجدي معاكم الآن، ورحب بالحاضرين المتواجدين سواء داخل خيمة بداية أو المتواجدين عموما في مهرجان الملك عبد العزيز. الله يرحب بك، ورحب ايضا بالملك الرياليتي سعيد القحطاني. الله يرفع قدرك يا ابو معيد ويطول عمركم. الله يحييكم الف عد المطر. ورحب ايضا بالشاعر والمنشد واللي في راسه احجار كريمه ابو حور، مرحبا بك. الله يطول عمرك ويجعل ايامك سنين، ومرحبا والله ومسهلا، من طيب راسك نرحب في محلك. مرحبا بك. ايضا ارحب بالجمهور المتواجد اللي شرفونا اليوم في ديوانيه بدايه في مهرجان الملك عبد العزيز، وحياكم الله مليون، مرحبا بكم، حياكم الله. أرحب بكم مشاهدي الكرام مرة أخرى في هذا البرنامج اللي راح يستمر إن شاء الله على مدى البرنامج. الشكر الجزيل للقناة ولا أبو محمد عبد العزيز عريفي على حرصه على تواجد القناة في كل المحافل اللي تخدم الوطن، سواء في مجال التراث، في الحضارة، في التاريخ، في كل شيء وطني حنا متواجدين، وراح تلقونا إن شاء الله. أيضا شكرا للشباب الطاقم اللي تعب معنا، للأمانة من لا يشكر الناس لا يشكر الله، اللي جو من الرياض يومين اللي نجهزوا هذا المكان اللي تشوفونه اليوم إن شاء الله راح نستانس بشيلات وبقصايد وبعلم طيب في مهرجان الملك عبد العزيز، اللي تعتبر هذه الأشياء مصاحبة له من ضمن الفعاليات اللي تكون موجودة. طبعا المهرجان شباب هو مهرجان الملك عبد العزيز للإبل، ولكن الفعاليات الموجودة ما شاء الله التواجد عليها والإقبال عليها كبير جدا، مثل الشيلات، القصايد، العرض، كل الأشياء الموجودة اللي هنا. أول شيء مرحبا بكم. الله يرحمك طال عمرك. شوفوا كذا مسوي رسمين. لا والله ما من رسميات، الأمور طيبة. شرفتونا. الله يطول عمرك. الله يشرف قدرك. بسولف أنا ومحمود قبل ما نجي في الطريق، أقول أن الإبل تعني الإنسان العربي تحديدا والسعودي تعني له شيء كثير غير الناس العاديين، يعني ممكن لو تجيب لك واحد أوروبي يقول له تقول له جمل قال عادي ما في مشكلة يعني من ضمن الحيوانات، لكن هو عند العرب يعتبر رمز فخر، رمز تراث، رمز عزة، رمز كرامة. كانوا حتى قبل كانوا يذبحون ينذبحون عشانها، صدقت، لكن مو بعشان عشان هذا الكائن نفسه، ولكن عشان قيمة هذا الكائن عند الشخص السعودي والشخص العربي الأصيل. طبعا المهرجان كان له توقع من عام 1420 صحيح بدأ؟ نعم، بس انه اصبح مهرجان رسمي في الآونة الأخيرة بقرار من خادم الحرمين، وأصبح تحت رعاية الملك سلمان الله يحفظه. وطبعاً الحكومة وحكومة المملكة العربية السعودية لما تولي هل التراث هذا اهتمام كبير، معناته تعزيز ثقافة رجل الجزيرة، وتعزيز الثقافة أيضاً اللهم صل محمد، أنه يكون شيء تنموي واقتصادي وموارد، وزي ما شفت أنت المحافل الآن والفعاليات المصاحبة للمهرجان كبيرة جداً، وبالعكس هذا تعزيز لثقافتنا. جميل. ولا والشيء الزين محمود ولا هون الربع، انت شفت الشعار اللي كنا نقراه انا وياك؟ اي نعم. شعار المهرجان اللي هو الابل حضاره، فعلا الابل حضاره، وفعلا الابل حضاره، لان اللي ما له ماضي ما له حاضر. حاضر صدقت. ابو حور يا ابو حور اسلم. انا لفت يا سام اسلم، انا لفت ناظري اول ما دخلت ما شاء الله ترتيب عالمي. أنا قد جيت من زاين مرقيبة قبل، يعني في ترتيبات، لكن السنة هذه شفت ترتيب ما شاء الله تبارك الله، يعني من دخلنا تفتيش وشيء منظم
شيء مرتب بشكل حلو، يعني طالع البرنامج بشكل لا إله إلا الله ما شاء الله. أنت تشوف الفعاليات اللي مصاحبة له غير المهرجان نفسه اللي هو مزاين نفسه مزاين الابل، المهرجانات الباقي يمكن أكثر الناس يتعنى عشان الفعاليات المصاحبة له، فما بالك بالمهرجان الأساسي. إن شاء الله نشوفك عندك مزاين وندعمك إن شاء الله. إن شاء الله إن شاء الله نسوي لك شيء. الوعد السنة الجاية مسوين برضه اللي هو أغرب أشكال الإبل، يعني أطول شيء وأقصر شيء الرسم واللونين، ما أدري شفتها يا أبو حور ولا لا؟ والله أنا نظرنا عليها والله ما شفتها. أنا نبغاك تأخذ معاها السلفي بس. جيت قاعد أغربت ولا عاد شفت شيء. المهرجان ذا فهو مهرجان عظيم، وأسأل الله أن الله يديم علينا حكامنا ولا تأمرنا. اللهم آمين. هذا الكيان الشامخ اللي جعلنا في قمم المعرفة وفي قمم الإبداع، وهذه من موروث اللي مستحيل أنه يندثر. والله سبحانه وتعالى في القرآن: وإلى الإبل كيف خلقت، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، يعني التفكر فيها. وثانيا الديات زمان كانت بالإبل، تقاس بالإبل، الإبل شيء عظيم. وهذا المهرجان بإذن الله أنه يساعدنا في إخراج مواهبنا وفي إخراج كل موروث بناء في مجتمعاتنا. وأنا قد تكلمت أول العوائد والسلوم الأولة كلها على رؤوسنا، وهذه من العوائد القديمة الساس اللي إن شاء الله أنها تساعد في مسيرة القافلة. والله يوفقنا وأنتم ما يحبوا الله. اللهم أمين. فهمت شيء والله؟ وش حمر النعم؟ حمر النعم الإبل. الإبل طبعا كانت أغلى ما ممكن يملك الرجل في الجزيرة يعني، وحتى كانوا يقايضون بها زي ما تقول الحين اعطيك فله ولا اعطيك لكزز ولا يقول اعطيك ناقه. الله يرزق. قول امين. امين. الله يرزقنا وياك. احنا اليوم صورنا بعض المشاهد، بعض المشاهد البسيطه. يا وشي تحيه الى المخرج العظيم عبد الله محمد عبد الله. استاهل هذا الرجل تعب وتبادل معنا. اليوم صورنا بعض المشاهد العصريه. حلو. انا ودي انكم تشوفون الشاشه. شوف تشوفون الشاشه يا الربع، طالع عندكم ولا لا؟ طلعت؟ طلع وانا اسوق السياره شوف كيف شكلي بتاعت الابل. طيب جميل. التنظيم، على مسألة التنظيم طبعا لنا سنتين اتوقع في نفس الموقع هذا، هذه السنه الثانيه ترون. قبل كان منظم المهرجان وقوي لكن مو بنفس قوه التنظيم ذا. صح. طبعا للمعلومه بس، المشرف على المهرجان بشكل يعني المشرف والمتابع له اللي هو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، واذا اشرف عليها ابو سلمان جنب عنها. اسلم. وهي طبعا هي تحت ايضا اداره داره الملك عبد العزيز. اكيد. ورئيس مجلس ادارتها ولي العهد محمد بن سلمان الله يحفظه. فمجرد ما تولتها داره الملك عبد العزيز اصبح يعني الشغل احترافي اكثر وتنظيمي اكثر. حتى الناس، انا امس قبل كم يوم اسمع معلومه انه المويه وال سقيا للبل وكذا واصل لحد عندها بدون اي عنا بدون اي تعب يعني. وبعد ترى شوف الفكره، من فكره المهرجان مو مهرجان خاص في المزاين، عرض مزاين واضرب الباب. انت لو شفت فيه اليوم بتطلع لكم على الشاشه الحين، فيك سياره من السيارات التراثيه، انا ما ادري كم موديلها صراحه، كان جايبها شايب ان الله يطول بعمره، الظاهر انه موجود بعد معنا. طبعا تشوفني وانا اسوق السياره ما تشوفني. لا لا جربت اليوم سكت السياره. شوقتنا نشوف بعد بعض الشباب طلعت، ايش رايكم فيني؟ بعض الشباب، يمكن بعض الشباب الصغار اللي يزورون المهرجان يشوفون اشياء بحور ولا يهونون الشباب، يشوفون اشياء ممكن تكون جديده عليهم يعني. يعني ممكن بعض الشباب عمره 15 سنه، بعض السيارات هنا عمرها يمكن من عام 49 ولا موديلها 49 ولا 50. يعني اكبر من ابوه. يمكن قبل كاش شفتها؟ الله، هذه اقدم شيء. انا ودي انها تطلع على الشاشه بس شباب طلعوها. وارفعونا وارفعونا صوت الشباب عشان يسمعونا. انا عندي تعليق يا ابو معين. الله يرفع قدرك. اول شيء نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان على هذا العطاء المستمر لمهرجان جائزه الملك عبد العزيز، كذلك امير الشباب الامير محمد بن سلمان ولي العهد الله يحفظه. شفنا شيء جبار يشهد الله، تفتيش وشغل مرتب وتنظيم ما شاء الله تبارك الله. اسال الله ان الله يديم عز هذه الدوله، أسأل الله أن الله يديم عز هذه الدولة وسلامة كل طرف. اللهم أمين. إيش رأيكم بما أن الطاري والحديث عن التاريخ والوطن، نسمع عنه شيء له. أنت وطني عندك وعند من؟ والله اللي تشوف اللي تبي.
ابو حوره كبرنا وانت عدى عليه يا اخوي تراكم تكبروني في يا اخوي يا اخوي يا اخوي الحين انت كبيرنا ما عليك ابد عند ابو حور كبير ابو كبير الله ابو حور تبغى بالايباك ولا بالايباك سم طيب ولا شباب في شيء لابو حور وطنيه صقر العرب يا ابو جاهزه صقر العرب قلنا مع الهاند مايك شو اسمها صقر العرب ابو حور صقر العرب ابو حور بينما هي تجهز انا احب البل لكني ما اقرب منها واخواني احب البل ولاني اقرب منها يعني بعيد منها ما اقدر اشرف كذا بعيد ومعي واحد من اخواني ما شاء الله تبارك الله جوني ضيفان وابغى اسوي لهم اني شقردي ارفع الصوت قال اخوي خلني اروح احل بالناقه قلت لا ثاني بروح انا ها قال انتبه ترى طبوعها شينه ارفع الصوت قال ترى طبوعها شينه يقول اهلي يا منيب ارفع الصوت اسلم ها قال ايه خلني اروح احلبها بالهاند مايك انتوا اسمعوني ذا الحين اقول معي ناقة نقول يا الله ييسر امرها وانا ماني مثل اخواني ما شاء الله ملمين بالليبل وكذا ويحبونها وانا والله بعد احبها يوني ضيفان فابغى اسوي قدامهم ايش قردي قالوا اخوي ترى طبوعها شينه ما يعرف لها الا قلت لا ما عليك واخذ لي سحاله اكبر ما خلق الله ابغى اعجب الضيفان ويوم قد علمني بحركات انا اسويها نسيت منها تعليمات ويوم قد هي مناصفه السحاله ما شاء الله تبارك الله الرجال اللي حلب وسحلت قد بينهم وبين الناقه ظني حول 3 امتار ما ادري ايش اللي حصل لي اي والله عاود قلت غير لا احد يصور ولا شيء قال لا ما به الا كل طيب ومشى ذاك اليوم بسلام ولكن الوطن يحتاج علينا الوقفه الصامله وندعي لاخواننا في الحد الجنوبي ان الله ينصرهم في الثكنات وفي الرقابات وعلى الشريط الحدودي وان شاء الله ان كان يشوف هذا الحين الرايات الخفاقه رايات النصر مقبله باذن الله باذن الله لا تعودوا تحل بشيء ما تعرف له على وجهي انا لا احضر من الايلوكس لا اسمع شله ابو حور طيب ناقه الرجال يعني صقر عروبه كل شيء كذا جاهز فيصل الله يوفقه عنده ناقه ما شاء الله يلا توكل على الله يحلبها 36 رجال يلا ربع الصوت جيتكم ذا الليل بحدث من كتاب في مجال الشعر وفنون الخطاب والغبوق من المصاغر انسكاب فوقي من العزم محمود الجناب الشجيع القرم فكك النشاب عون من غلق بوجه كل باب تقوته بين النيازك والشهب ثابته من فوق مرزام السحاب من دونها
ما تهاب كنحن في المعركة ناكل عناب ما نحاسب للشتائم والسباب ما نسيت اللي وقف ولا الطراب من طناخة راسه يصور سناب من طناخة راسه يصور سناب الملك اللي على العليا وذب باقي شم من دونه بيض الله وجهك ابو حور صح لسانك صح صوتك يعطيكم العافيه يا شباب بيض وجهكم ابشر بسعادتك تحزن طال عمرك يا مرحبا ومسهلا حياك سم محمود سم الله عدوك استمتعنا بس مع ابو حور عيشنا جو في خاطرك شيء لا شوفك تقول ايش يا اللي في خاطر ابو فلاح اعرفه اقول لي في خاطر ابو فلاح اعرفه اخوي نبيه يطربنا بصوته ابشر بسعادتك محمود مطلوب من محمد نبي نسمع منك سمع عطا انت قد سمعتنا وعارفنا وما محمد عطا سمع خلنا نسمع لايف لايف نب عندك شيء كذا لايف فيه لايف اعطنا لايف لايف من السبيشل بعدين نرجع لك يا محمد انت ابشر اسمع منك شيء انا عندي ابيات ابشر بسعادك جهزها بعد محمود ماني محضر مره لايف لكن ارفع صوتك هذا شوف المايك وين يفهم هو يستوعب الموضوع طرت على بالي قصيدة أبو محمد العيافي نعم وهي من القصائد المحببة عندي يعني إن شاء الله الله يوفقني باختيار التون الصحيح يا حبني لا هويا ولي على شوفا ويا وجدي روحي عليه ويا بريحالي لبست فضلا علي وكبري معروفا واكذب لي قلت ما يطري على بالي واكذب اذا قلت ما يطري على بالي يا حبني لا هويا ولي على شوفه ويا وجدي روحي عليه يا بريحالي لبست فضلا علي وكبري معروفه واكذب لي قلت ما يطري على بالي وسلامتك بيض الله وجهك هذه لابوك محمد والله اني توي ادري عنها معروفه على هذه السبعه انا مثلك تفاجات في البرنامج في المقاطع بدون كلمات صح. بدون اسم وخلاها صدقت ابو شافي ايش في خاطرك؟ انا عندي ابيات اسلم اعطني اول شيء ارحب بالحضور اقول مرحبا ومسهلا شرفتونا ومرحبا مليوني والله وانا صادق اي والله اقول سلام يا دار رجال الكريمين سلام يا دار رجال الكريمين يا ملتجي من ضيقته النوايب سلام يدخل في قلوب المحبين للحي واللي تحت بيضه النصايب وفي الليله اللي يحتريها ملايين وفي الليله اللي يحتريها ملايين بقول ما يرضي نفوس القرايب وفي ظل اخو نوره زعيم السلاطين وفي ظل اخو نوره زعيم السلاطين برقى على القمه ولا نيب هايب ما دمت من نسل رجال الوفيين ما تنثني ما تنثني رجلي نهار الصعايب وعن شعب وعن شعب اخو مريم وعن شعب اخو مريم طليق الحجاجين باقف وانا عنهم سفير ونايب يا مرحبا بلي من البعد عانين ترحيب الغايب لي اشاف غايب واثني ورحب واثني ورحب عد نبت البساتين واعداد ما لاحت بروق السحايب والعز يبقى للرجال العزيزين مثل الجبل ما غيرتها الهبايب وللمجد بدخل حاميات الميادين يا لين اغير مجريات الحرايب ومن غير قاصر من غير قاصر في الرجال الميامين اللي يا كبرت تفك النشايب لكن طموحي ما يعرف القوانين ولا همته من يدفعون الضرايب مجنون للقمه
وغيري مجانين ولكن حسب عرفي اسوق الركايب. والله اني كاتبها قبل شوي وانا جاي وسامحونا على القصور. صح زانكم على راسي والله. على طاري القصيد اخوي انا بقول قصيده. فلان عندك فلان عندك انا بعلمكم بقصيده. يقول طالت اعماركم يقول يا موطني ارفع الصوت. يا موطني يخسون والله ويهبون دونك مطاليق على الموت وردوا. يا موطني واللي بحدك يقربون يا موطني واللي بحدك يطمعون لا والله هلا يوم طمعوا بك غدوا. يا موطني دامك على الغالي تمون يا موطني فرواحنا دونك فدوا. يا موطني حنا على حدودك عيون اترك لنا الهم وانت عش عمرك هدوا حنا هلك والله وطنا ما يهون حنا هلك حنا عمى عين العدو حنا على الهقوى معديت الظنون واللي يظن ابنا ترى ظنه حدو حنا الحمية عندنا مثل الجنون ازين لكم يا اهل المطاميع اركدوا حنا ليا تبرة عمسنا العيون نكسر عدانا في الرواحة وفالغدو من دون قاصر والنشامة يكرمون من دون حد المملكة حضر وبدوا. يا موطني يخسون والله ويهبون دونك مطاليق على الموت وردوا. سلامتكم. يا مرحبا ومسهلا شرفت ولا كلفته. سعيد عندك شيلة ضار صح؟ عندي شيلة بس عندي واحدة هنا بلا تبي ايش؟ ابشر بسعتك. اربع قدرك. سلام. الله يمسيكم بالخير جميع ومرحبا والله ومسهلا شرفتونا ونورتونا. الله يرحب بك. عندي لا سوي ابيات سعيد. انا صراحه انا اول مره اطلع بالجوال في قناه بدايه. الله اكبر. في الشعر هذا. شكرا. يا سلام الله عليكم يا سلام الله عليكم يا سلامي يا هلا طلعت يا اعزاز المقامي في مقام كف ويشرف حضوره. يا سلام. كل رجال نقدره ونعزه. يا سلام. ويبشر ابن الادعى في كل حزه. وكل واحد لازم ان يفدي شعوره. يا سلام. والله يحفظ مملكتنا ويحماها في دار الله ثم دار من هو بناها. الملوك ابن الملوك اخوان نوره وحن فدا سلمان لا نادى المنادي محتصين بالنفوس وبالعتادي دون حد الدار ما نقبل مشهور. سلام. صحة. بسم الله عليك. بسم الله عليك ما شاء الله. ايش هذا الاداء؟ ما شاء الله يا ولد عنده. قولوا ما شاء الله. انا اضمن لك انها تصفق فيك وتعود ما يجيك شيء. والله يلا انا اخلص. لا والله صح صوتك صح لسانك. انت كاتبها سعيد؟ انت كاتبها؟ لا دي كلمات الشاعر احمد بن سعد بن سفران امسي عليه بالخير وبغيت انسى. يستاهل. بيض الله وجهه. يستاهل. ابشر والله على خشمي. محمد؟ محمد حلم وجهك ولا؟ اي والله حلم. عندك شله؟ انا اقدم لهم شله. هلا والله خاشمي على راسي. سم سم تارك تسلا شيله وطنيه هو شو اسمه من كلمات اول شيء مساكم الله بالخير جميع ابو حول معك اول شيء مساكم الله بالخير جميع ويا مرحبا والله ومسهلا والله نبرك الليالي اليوم تواجدنا اليوم معكم يعلم الله مرحبا مرحبا اعداد السير عندي شيله وطنيه عنوانها يكفيني اني سعودي من كلمات الشاعر علي الشناني ومن ادائي وإن شاء الله أنها تنال إعجابكم. اللي منك طيب طعمه. جارك تسلم. شباب جاهزة؟ بس خليه يرفع على الصوت يا منيب يرفع على الصوت. مالك طيبة. منيب يرفع على الصوت. أبشر أبشر بسعادك. كلمات علي شناني صح؟ شاعر محاور علي ولا؟ الله نعم أحتاجه معروف خلاص توكل على الله بسم الله. بسم الله.
سلمان صقر العروبة ما ينقصر عن وجوبة يكفيني اني سعودي يكفيني اني سعودي ابو فهد عز داره ويعز شعبه وجاره يكفيني اني سعودي يكفيني اني سعودي يكفيني يكفيني اني سعودي يا مملكة الحبيبة تبقين عز وهبة يكفيني اني سعودي انت مقر العدالة حي الرسل والرسالة يكفيني اني سعودي يظل عهل بلاد فخر الوطن والقيادة يكفيني اني سعودي سلمان صقر العروبة ينقصر عن وجوبه يكفيني اني سعودي اشتاه يظل الظلاله في كل مقاف وحاله يكفيني اني سعودي ابو فهد عز داره ويعز شعبه وجاره يكفيني اني سعودي ولي عهده محمد خلاله عادي تجمد يكفيني اني سعودي محمد والله يعز نخلص بيض الله وجهك بيض الله وجهكم يا شباب بيض الله وجهك مخرجنا معنا تقرير جاهز صح للمهرجان يا شباب معنا تقرير جاهز صح طيب جاهز تقرير للمهرجان جاهز لنا تقرير للمهرجان بيض الله وجهك وجهك ابيض يا ابو صح لسان شاعرها الله يستر استريحوا يا شباب حياكم استريح مرحبا عندك شغل بيض الله وجهكم على تفاعلكم ما قصرتوا وين اسمعكم جديده بيض الله وجهك محمود انت عندك شله صح تبغى تقرير ولا تبغى شله والله تقرير وشله كل اثنتين شو اسمها عندهم هي محمود هي وحيده بس شباب في شله لمحمود جاهزه يا سلام يا ابو هلا يا صوت طرب الله في شله لمحمود جاهزه صح طيب بعد التقرير ولا قبل التقرير طيب جاهز
طيب جهزوا لنا التقرير وعلى بال ما يجلس التقرير نسمع شلة محمود. عطني المايك محمد. زين سم يلا. الله أكبر عدي ما تكتب وصية، والله أكبر عدي ما تحن الرعود، والله أكبر والوفا فينا سجية، للوطن والدين من عهد الجدود. سيدي سلمان رجع ما في يمين أهل العدود، دام أخون وراه ملكي ما علي، والله إني لافتخر إني سعودي، والله إني لافتخر إني سعودي. الله أكبر عدي ما تكتب وصية، والله أكبر عدي ما تحن الرعود، والله أكبر والوفا في ناس جيح، للوطن والدين من عهد الجدود. الله أكبر عدي ما تكتب وصية، والله أكبر عدي ما تحن الرعود، والله أكبر والوفا في ناس جيح، للوطن والدين من عهد الجدود. يا وطننا بالصباح وبالعشية صايلين بل ولا كل العود، والله أكبر عدي ما تحن الرعودي، والله أكبر والوفا في ناس جيح، للوطن والدين من عهد الجدودي. الله أكبر عدي ما تكتب وصية، والله أكبر عدي ما تحن الرعودي، والله أكبر والوفا في ناس جيح، للوطن والدين من عهد الجدودي. يا وطننا بالصباح وبالعشية صايلين بل ولا كل العهود، ومن شمال الغرب نعطيك التحية، وصلت الوطن للعالمية، تقدح من الراس والعالمية.
الصقر والعنصرية صاينين بالولاء كل العهودي. سلام سلام بيض الله وجهك. بيض الله وجهك. بيض الله وجهك ابو فلاح. شكرا لكم يا شباب على تفاعلكم. مشاهدينا الكرام نبي نطلع نشوف التقرير، تقرير خاص بالمهرجان، ومن ثم نعود لكم باذن الله. بسم الله. ابشر باغلى الجوايز يا ملاك الحلال، وابشر بام الجوايز على ميعادها، جايز من وحد الدار واجتث الضلال، والشريعه قامها والجهاله بعدها. يرحم الله بني المجد زيزم الرجال، للتطور والعلا والتقدم قادها، لنكملها معزي ولله الكمال، ولا من عز كله سادها. سلمان الحزم واسم سلمان.
حياكم الله مشاهدينا مجددا في برنامج ديوانية مهرجان الملك عبد العزيز من هنا من الرمحية. نرحب فيكم مجددا. قبل شوي الشلة كانت شغالة، لفت انتباهي شيء جميل يا شباب. شفت ان اكثر الشباب اللي كانوا يلعبون كل واحد جاي يلعب بموروثه وبثقافته وبتاريخه، وكل قبيلة طبعا وكل ناس لهم سلمهم لهم طريقتهم. فهذا المكان اذا يجمع كل الثقافات هذه انا اعتبره من انجازات المهرجان. والله تشوف قزوعي، تشوف عرضة، تشوف سعب، تشوف لعب، تشوف حتى يوله بعد فيه. فيصل اول يقول عندي شيء للايف لازم اقولها، انا ومحمد انا هون لا موجوده هذا المايك عندك ايوه مايك لايف كلي لكم انا بديت رازق شباب. انا عندي تويتر قبل شوي في الفاصل يقول انا ومحمد بسم الله قولوا لا اله الا الله صوت يا عليك روح روح الو معك ما طلع شيء معك سماعات قصدي الكاميرا روح ألا يا ونتي ونات معنا غريبة دارنا الهيتا اشطونا ولا يا بارق في الشرق تاتني امجونا حسنا ننزل حنا وهلنا وهل مظنون عيني ينزلونا سلامتكم ندمت تعرف كلمات من دي ولا لا؟ ها؟ لا والله موروث شعبي احد يعرف كلمات من هذه؟ ارفع ولا واحد؟ كلام كلام عامر بن نوطه اكيد تاكد كلامهم هذا ينشد وما يعرف هم صح صوته ان كان حي وان كان ميت الله يرحمه اللهم امين. السعيد القحطاني يقول انا العرب كلهم شله ولا انا لازم اني اشل وتبشر الله بسعدك ابشروا ذا الحين بالشيخ تركبوا كلمات من؟ كلمات محمد بن عمره محمد بن عمره ونعم سم لا اسمع سنين العمر كلمات محمد بن عمره سم على خشمي عطنا اياها يا على خشمي عطنا شلة سعيد سنين العمر ها وبعدها محمد وبعدها انا طيب يلا شمل يلعبوا يا اليوم يلا يلا روح زلت سنين العمر يا وقتي الجاي والعمر يا فنا والليالي مقيمة سبحان من بيده تصاري في دنياي اللي جعل لي عند الأجواد قيمة اللي جعل
كبرها قواتي ويا بعد من حي ما ظن عندك للهقاوي عزيمة يا سلام يا سلام. طيب خلوكم شباب خلوكم خلوكم انا ضل هذا بجيب والله في نهايه هذا البرنامج اللي ان شاء الله راح يستمر معنا ان شاء الله طول مهرجان الملك عبد العزيز اللي بدا في 1 يناير وراح ينتهي ان شاء الله في 1 فبراير باذن الله. شكرا لكم مشاهدي الكرام، شكرا للشباب المتواجدين، راح نختم بشيله وطنيه ان شاء الله.